شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والسيد عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة بجمهورية السودان والدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء بالسودان وبحضور عدد من القادة الأفارقة والسيد أمين عام جامعة الدول العربية وبمشاركة الاتحاد الإفريقي. وقد أكد السيد الرئيس خلال المؤتمر على أن مشاركة مصر في المؤتمر تأتي انطلاقا من اقتناع راسخ بأن أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والمنطقة. هذا وقد أقام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مأدبة عشاء تكريما للقادة المشاركين في المؤتمر بقصر الإليزيه.